محدش، في ناس ممكن تفكر وتقول انا جسمي تخين، انا سني كبير، انا عندي اصابه، انا عندي مشاكل في عمود الفقري، عندي مشاكل في ركبي، مش هقدر اعمل حاجات دي. بالعكس، اليوجا هي اساسا عشان تعالج كل الحاجات دي. اليوجا للناس الكبيرة، للناس الصغيرة، للناس السليمة، للناس المريضة، للناس العيانة. اليوجا مش ناس بس اللي هم الناس الكسلانة. فنقدر كلنا نعمل السانس ريتيشن الصبح زي ما انا علمت. طيب، نبتدي نعمل بوسترز خفيفة. اول بوستر مثلا ممكن نعمله اللي هو ان انا انحني للامام. رجلي اللي تبقى لازقة في بعض، اشهد العضلات لفوق، بطني مشفوطه لجوه، اوكي، واحاول ان انا انزل لقدام، انزل لقدام، امسك كعبي من ورا وابتدي اوصل براسي تحت على قد ما اقدر واستنى هنا. افرد راسي لفوق واطلع تاني. مين قدر ان هو راسه تلمس ركبه؟ ينفع ايده؟ طب كويس اهو. مين اللي كان مقرب شويه من ركبه؟ اوه طب حلو جدا. طيب، يبقى احنا لو عملنا الموضوع ده كل يوم هيبقى عندي حاجه اسمها هيلثي سباين، يعني عمود الفقري بتاعي هيبقى في حاله صحيه. تمام؟ كل الامراض بتجيلنا لما العمود الفقري بتاعنا يبتدي يحصل فيه مشاكل، من القعده الغلط، من السواقه، من الشغل الكتير، القعدة على الكرسي. تمام؟ طيب، ناخد بوسترز تانية متعلقة بالعمود الفقري. ناخد مثلا حاجة اسمها الترينجل بوست. ترينجل زي ترينجل معناه المثلث، فاحنا جسمي هيبقى واخد شكل المثلث. هاخد خطوة لليمين، ألف رجلي اليمين لبره شوية، أفرد إيديا للجنب، ركبي الاتنين مشدودين وعضلاتي مشدودة، أخد نفس عميق وانزل للجنب وامسك رجلي على قد ما اقدر، انزل لتحت وبص لفوق للسما. احاول وانا في الوضع ده اخد نفس عميق جدا واحاول افرد ظهري على قد ما اقدر. اطلع لفوق واخد نفس انهيل جامد، الف رجلي لبره الجنب التاني، انزل لتحت، امسك رجلي وبص. اخد نفس عميق، اطلع لفوق تاني. احنا عملنا الترينجل ده وانا وشي لقدام. طيب، لو نفترض ان انا عايز اعمل الف في ظهري كمان مع النزول، يعني كان اول بوستر بنزل فيه كده. طب نفترض بقى ان انا عايز اخد ايدي اللي ورا دي الفها لقدام، شايفين عمال دوران او حركه حلزونيه لظهري، وانزل لتحت على قد ما اقدر، احط ايدي على رجلي، امسك رجلي وايدي التانيه بتبقى فوق وباصص لفوق. هوريكم كمان مره علشان الناس اللي متلخبطه. انا واقف اهو، ايدي اللي ورا تطلع لقدام وايدي اللي قدام هترجع لورا، يبقى انا بصيت لورا وانزل لتحت، احط ايدي على الارض وافرد ايدي التانية لفوق واتنفس بعمق واحاول افرد ظهري على قد ما اقدر. اخد نفس لفوق، اطلع تاني، اروح اجرب الجنب التاني، انزل لتحت، اطلع لفوق وارجع تاني للوضع التاني.